يا لارا عرفانة انت شو سويتي؟ ليكو كيف بتخاف فورا يا حرام. خلص انت لا تاكلي هم، حطي كل شيء بظهري. طب خليني خبر مروان على الاقل. ليال انت جنيتي؟ لك انا هذا البني ادم بالذات ما بدي يعرف شيء عن حياتي. انا ما بفهم كيف رح تتجوزوا حياتك ناقر ونقير انت وياه، لك انه شويه لطف بس بعدين بتصير حياتكم جهنم الحمراء. انا بدي اتجوز مروان؟ مجنونه انت؟ ولك اذا ما بضل غيره رجال بهالدنيا كلها انا ما بتجوزه، بنتحر وما بتجوزه. اليوم لو ابوكي ما تدخل كان حيضربني. يا ريته عمله. لك يا ريته عمله، لكن كسرت له ايدي الاثنين. قال يضربه قال هذا كان نايس. فكر هالقد انت كمان بلا التوتر. هو لحاله بيعمل ستريس. جبانه؟ مو موضوع جبانه. قلت لك هذا ما بينعطى وش. شو بدي اساوي هلا؟ خلص لا ترتي علي. عارف لي خطي اصلا.